السلام عليكم. الريالة عند الأطفال الرضع أو سيلان اللعاب عند الأطفال الرضع مشكلة بتواجهها كتير من الأمهات، ودايما بيجيلي عليها أسئلة كتير. إيه أسباب الريالة عند الأطفال الرضع؟ إزاي نقدر نتعامل معاها بشكل صحيح؟ ده موضوع الفيديو ده. قبل ما نبدأ عندي طلب مهم جدا، عاوز حضراتكم تكتبوا في التعليقات عنوان الفيديو ده، يعني حضرتك تكتبي في التعليقات الريالة عند الرضع أو سيلان اللعاب عند الرضع، أي حاجة ليها علاقة بعنوان الفيديو ده. لما بنكرر عنوان الفيديو في التعليقات يوتيوب بيبتدي يفهم الموضوع بتاع الفيديو إيه، ويبتدي يرشحه للناس اللي بتدور على الموضوع ده. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. نبدأ على طول. أول حاجة، موضوع الريالة وسيلان اللعاب عند الرضع مش موضوع خطير، يعني حتى أسبابه المرضية مش أسباب خطيرة. مش معنى كلامي ان احنا نسيب الاسباب دي وما نعالجهاش، لا هنعالجها، ولكن مش عاوز حضرتك تقلقي لو معاك طفل رضيع وبيريل كتير. طيب الريالة دي بيبقى اسبابها ايه ونتعامل معاها ازاي؟ الموضوع بيبقى ليه شقين. الشق الاولاني الاسباب الطبيعية غير المرضية اللي مش محتاجة ان احنا نعالجها، ودي بتحصل مع معظم الاطفال. السبب الاولاني، وده موجود عند معظم الاطفال بالذات في اول 6 شهور، الأطفال في العمر ده ما بيعرفوش يتحكموا في عضلات الفم والفك بشكل كامل، فبنلاقي جزء كبير من الأطفال دول معظم اليوم فاتحين بقهم سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل، وده بيخلي جزء من اللعاب اللي موجود داخل الفم بشكل طبيعي يبتدي ينساب أو يخرج خارج الفم. الفكرة هنا أن الطفل ده ما بيقفلش بقه بشكل كامل، وكمان الطفل ما بيعرفش يتحكم في اللعاب اللي موجود داخل الفم بشكل كامل، وده ليه علاقة بصغر سن الطفل. والنقطة دي على فكرة فيها اختلاف فردي ما بين الأطفال، في أطفال أصلاً إفراز اللعاب عندهم بيبقى زايد شوية عن أطفال تانيين، فالطفل ما بيعرفش يتحكم في عضلات الفم والفك بشكل كامل وإفراز اللعاب عنده زايد شوية، فهنلاقي موضوع الريالة وسيلان اللعاب عنده زايد شوية. طفل تاني ممكن إفراز اللعاب عنده ما يبقاش زايد قوي، هنلاقي الريالة عنده هتبقى أقل شوية. الموضوع هنا فيه اختلاف فردي، وده سبب طبيعي عند معظم الأطفال وبيتحسن لوحده كل طفل ما بيكبر. طب في الحالة دي نتعامل مع الريالة ازاي؟ في الحالة دي أهم حاجة حضرتك ما تسمحيش إن هدوم الطفل تتبل، بالذات في منطقة الصدر، علشان الطفل ما يبردش منك وخاصة في الشتاء. فهقول لحضرتك لبس الطفل بافيتا وغيريها باستمرار أول ما تحس إنها بدأت تتبل. النقطة التانية، كتير من الأطفال من كتر إفراز اللعاب حوالين الفم، واللعاب ده بالمناسبة بيبقى فيه بعض إنزيمات الهضم، ساعات بيعمل التهاب للأطفال حوالين الفم ومنطقة الدقن ومنطقة تحت الرقبة. علشان كده بقول للأم، لو طفلك من الأطفال اللي بيريلوا كتير، معلش الموضوع ده هيتعبك شوية، خلي جنبك حاجة دايما تجففي اللعاب بتاع الطفل، وياريت يكون عندك فوطة مبلولة تمسحي حوالين فم الطفل بالراحة من غير ما تفركي جامد وتجففي بالراحة. ده كده السبب الأولاني. نيجي للسبب الثاني، وهو سبب غير مرضي ومشهور جدا جدا عند الأطفال في أول سنتين. إيه السبب ده؟ هو التسنين. كلنا عارفين الأطفال لما بتسنن في بعض أطفال بيظهر عليهم أعراض تسنين، والأعراض دي بتبقى كتيرة جدا. واحد من الأعراض دي أن الطفل يبقى بيريل كتير أو عنده سيلان لعاب، وده بيحصل للأطفال اللي في عمر التسنين، يعني طفل عمره مثلا من 4 شهور لحد عمر سنتين. لو الطفل كان كويس وفجأة بدأت تحسي أنه بدأ يريل كتير، والطفل ده في عمر التسنين ومعاه أعراض التسنين التانية، زي أن الطفل بيعض كتير، الطفل بيزن، الطفل مقريف، الطفل مقلل أكله، الأعراض الشائعة بتاعت التسنين، يبقى سبب الريالة وسيلان اللعاب هنا هو التسنين. والموضوع هنا بيبقى الريالة وسيلان اللعاب بيزيدوا قوي فترة مؤقتة، الكام يوم بتوع التسنين، وبعد كده الطفل بيرجع لطبيعته تاني. ممكن الطفل يبطل ريالة خالص لو كان الطفل ده أصلا مش بيريل، أو معدل الريالة يقل عنده للمعدل الطبيعي اللي انت كنت واخدة عليه، لكن في فترة التسنين الموضوع ممكن يزيد شوية. ده السبب التاني، وده برضو سبب غير مرضي. طب هنتعامل معاه ازاي؟ هنتعامل معاه زي ما عملنا في السبب اللي قبله. حضرتك تهتمي ان صدر الطفل وملابسه ما يتبلوش، تلبس الطفل بافيتا وتغيريها باستمرار، وتنشفي المنطقة اللي موجودة حوالين الفم وتحت الرقبة علشان ما يحصلش التهاب، وتستني 2 3 بتوع التسنين يعدوا وهتلاقي الموضوع رجع لطبيعته.
دي كده الأسباب غير المرضية، ودي كده مفيش منها مشاكل. وبالمناسبة الأسباب غير المرضية هي الأكثر شيوعاً عند الأطفال الرضع. نيجي بقى للأسباب المرضية. طفل ما كانش بيريل خالص وفجأة بقى بيريل كتير قوي، أو طفل كان بيريل بمعدل قليل وفجأة الريالة دي زادت معاه كتير قوي. هنا الطفل ده ممكن يكون عنده سبب مرضي. زي إيه؟ واحد، الطفل ده ممكن يكون عنده التهاب شديد في الحلق أو التهاب في اللوزتين، والطفل هنا بيبقى حتى مش عارف يبلع ريقه فبيبقى بيريل كتير قوي. في الحالة دي هتلاقي الطفل بيريل كتير ومعاه أعراض مرضية. هنا الطفل عنده التهاب، فهتلاقي فيه ارتفاع حرارة، هتلاقي الطفل همدان وتعبان، هتلاقي الطفل مقلل رضاعته ومقلل أكله، الطفل ما بيعرفش أصلا يبلع كويس. فدي حالة مرضية تستدعي أن أنت تروحي للدكتور علشان يفحص الطفل. طيب الحالة التانية أن الطفل يكون عنده هربس. فيروس الهربس من الفيروسات اللي بتعمل التهاب وقرح داخل الفم وداخل الحلق. ساعات الموضوع بيبقى شديد جدا لدرجة ان الطفل فعلا ما بيعرفش حتى يبلع ريقه من كتر القرح والالتهاب اللي موجود في الفم والحلق. والموضوع هنا برضو هيبقى الطفل بيريل كتير ومعاه أعراض مرضية. طفل عنده ارتفاع في الحرارة، ممكن تلاقي طفح جلدي حوالين الفم، ممكن لو بصيت في فم الطفل تلاقي قرح موجودة داخل الفم أو في الحلق. وهنا برضو دي حالة مرضية، لازم تروح لدكتور الأطفال يفحص الطفل ويوصف العلاج المناسب لحالته. السبب الثالث، فطريات الفم واللسان عند الأطفال الرضع. في بعض الحالات اللي الطفل بيبقى عنده فطريات في الفم شديدة قوي، ساعات الموضوع بيوصل لأن الطفل فعلا مش عارف يبلع كويس وبيبقى بيريل كتير، ودي برضو حالة مرضية. هنعرفها ازاي؟ هتلاقي الطفل بيريل كتير ولما تبصي داخل الفم وعلى اللسان هتلاقي طبقة بيضة موجودة على اللسان، وممكن تلاقي بقع بيضة موجودة على الأغشية المحاطية المبطنة للفم، ودي برضو حالة مرضية لازم حضرتك تروحي للدكتور يفحص الطفل يدي العلاج المناسب لحالته. بالمناسبة موضوع التهاب الحلق والتهاب اللوز والهربس عند الأطفال وفطريات الفم عند الأطفال، الأربع مواضيع دول كنت اتكلمت عنهم بالتفصيل في فيديوهات قبل كده، هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها بصندوق الوصف بتاع الفيديو. نيجي للسبب الخامس، وهو انسداد أنف الطفل لأي سبب. وده ليه أسباب كتيرة قوي. طفل عنده حساسية أنف ودايما مناخيره مكتومة، هيبقى الطفل ده دايما فاتح بقه علشان ياخد نفسه من بقه، وهو فاتح بقه هيبقى بيريل كتير. نفس الكلام لو الطفل عنده تضخم في اللحمية، نفس الكلام لو الطفل عنده نزل برد، الطفل عنده نزل برد وزكام ومناخيره مكتومة، فالطفل بيبقى فاتح بقه معظم الوقت علشان ياخد نفسه لأن مناخيره مكتومة، وبالتالي الطفل بيريل كتير. في الحالة دي هنعرف ازاي؟ هنعرف من خلال الريالة الزايدة مع الأعراض المرضية التانية المصاحبة. يعني طفل عنده حساسية أنف هتلاقيه بيعطس كتير، بيرشح كتير، دايما بيدعك في مناخيره، الطفل بيزن كتير ومزاجه مش حلو. الطفل لو عنده تضخم في اللحمية هتلاقي الطفل دايما مناخيره مكتومة ودايما فاتح بقه، هتلاقي الطفل وهو نايم ليه صوت عالي، الطفل بيشخر وهو نايم. لو كان الطفل عنده نزلة برد هتلاقي أعراض نزلة البرد، يعني الطفل هيبقى بيرشح، عنده سخونية، عنده كحة، رافض الأكل، زوره بيوجعه، وهكذا على حسب الأعراض اللي موجودة. ودي برضو كلها أسباب مرضية لازم تروحي للدكتور علشان يحدد السبب تحديدا عند الطفل ويوصف العلاج المناسب لحالته. يبقى دي كده أشهر الأسباب المرضية اللي ممكن تزود الريالة وسيلان اللعاب عند الطفل. نلخص كل اللي فات ده ونقول، لو طفلك الرضيع بيعاني من الريالة وسيلان اللعاب بشكل مبالغ فيه، لكن الطفل ده صحته كويسة، بيرضع كويس، مش ظاهر عليه اي اعراض مرضية، فحص الفم والحلق بتاعه والانف كويسين جدا، وطفلك بيكبر وينمو كل حاجة عنده طبيعية، ما تخافيش خالص، طفلك سليم وما عندوش اي مشكلة. كل الطفل ده ما هيكبر كل ما هيعرف يتحكم في عضلات الفم والفك عنده بشكل افضل، وسيلان اللعاب والريالة عنده هتقل واحدة واحدة، وكمان الطفل هيكون عدى مرحلة التسنين وموضوع الريالة المصاحب للتسنين هيكون قل كتير جدا. لكن لو طفلك بيعاني من المشكلة دي وظاهر عليه أي أعراض مرضية، يعني طفلك مش عارف يرضع كويس، طفلك مناخيره مكتومة، طفلك بيعطس أو بيكح أو بيرشح أو عنده ارتفاع في الحرارة، طفلك ما بيعرفش ينام بالليل كويس،
طفلك دايما فاتح بقه وما بيعرفش ياخد نفسه من مناخيره، الطفل جوه الفم عنده في اي التهابات او في فطريات او في قرح او في اي حاجه غير طبيعيه، يبقى سبب الرياله وسيلان اللعاب هنا غالبا سبب مرضي، وفي الحاله دي لازم تروحي للدكتور علشان يحدد السبب عند الطفل ده ويتعامل معاه بشكل صحيح. ده كده كان موضوع الرياله عند الرضع او سيلان اللعاب عند الرضع. آخر حاجة، لو في أي حد من حضراتكم عنده سؤال حوالين الموضوع ده أو أي موضوع تاني، اكتبوا لي أسئلتكم في التعليقات هجاوب عليها إن شاء الله. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. شوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير. سلام.